أكدت الفنانة نانسي خوري أن منا متعجلة للوصول للشهرة والناس رح تتعرف عليها على مهل، وكشفت أنها كانت بتكن الإعجاب لبعض الفنانين، ولكنها لما اكتشفتهم على أرض الواقع تمنت لو كانوا ظريفين أكثر. وبحوار مع جريدة الشرق الأوسط تحدثت نانسي عن شخصية عفراء بمسلسل الزند، مؤكدة أنه تملك الخوف من رد فعل الناس إلا أنها فرحت جدا بالنتيجة، وأضافت أنه اللهجة كانت غريبة عليها لكنها أجدتها، وكشفت أنها استخدمت ضحكة مميزة لنهلة بمسلسل كسر عظم وما بتستطيع اليوم تقليدها. وبينت أنها تعلقت بالمسلسلات السورية القديمة ومنها كونت خلفيتها الفنية، وقالت الأعمال الماضية تملك نكهة خاصة، لطالما تمنيت لو عشت بالخمسينات لأني بحب هيدي الحقبة. ومن المسلسلات يلي لا تزال بتطبع بذاكرتها الفصول الأربعة، وكشفت عن تأثرها بممثلين سوريين، أحببت دائما السيدة منى وصف وخالد تاجة وأتساءل كيف يصنعون أدوارهم. وعمن بتتمنى مشاركته التمثيل أكدت أنها حققت أحد أمانيها بالوقوف إلى جانب تيم حسن بالزند، وكذلك الأمر بالنسبة لشكران مرتجى وصباح الجزائري، وتتوق للعمل مع الفنان اللبناني جورج خباز.